مرحلة. الليلة رح بيكون في عنا فن وإبداع من شكل كتير جديد. رح بيكون في معنا الفنانة أديل أبو أنطول. أديل فنانتنا بالحرير، أكيد توصلت ست أديل إنه تخلي خيط الحرير يحكي، وهودي هالأشياء رح نشوفهم هلأ من خلال التابلويات يلي اشتغلتهم لسنين طويلة وأيام عديدة، ولغرزات من الأبر خلتنا نفكر قديش أديل بلا طويل حتى نحن نتمتع بهالجمال وبهالروعة يلي رح نشوفها سوا. ست أديل رح بتخبرينا اليوم عن الحرير، كيف توصلنا مع الحرير نخلي المناظر تحكي وتتكلم؟ هل الشغل يلي هو بالإبرة حلو كتير، رح تخبرينا عنه كيف كانت بداياتك معه؟ الرسم بالإبرة أو البنتور أليغري هو رسم أو فن جديد. طبعا ابتديت فيه أنا من بعد دراستي بالديكور، وأخذ مرحلة طويلة، يعني ابتديت تقريبا من 25 سنة. وبلشت اشتغل بالاول اشياء خاصه، يعني مناظر طبيعيه ابتديت فيها، وبعدين لقيت انه الشغل عم بيصير حلو كتير والناس شجعتني انه انا اكفي. فبدل ما انه الفنان العادي بيمسك فرشايه وبويا، انا بمسك الابره وخيط الحرير وبرسم. طبعا اللوحات بشتغلها على الحرير او على المسلين او على الاورجونتي. القماش هيدا بيتماشى مع الخيط الحرير، لانه خيط الحرير في لمعه، في شفافيه، وكمان القماش لازم يكون في يعني انسجام بين بعضه. ابتديت بالاول بمناظر طبيعيه وبلشت طبعا اتطور، وصارت مراحل كثير مريت فيها. هالفن هيدا ما حدا علمني اياه، انا ابتديت فيه وطورت حالي بحالي. رسمت الطبيعة، رسمت اشياء هندسية، رسمت وبعدين حاولت انه اشتغل بورتري. البورتري طبعا من اصعب الشغل اللي انا بدي اشتغله، لانه تقدري تشتغلي بابرة وخيط وتجيبي تفاصيل صغيرة، تفاصيل دقيقة جدا، وتعملي يعني تخلي اللوحة تحكي، كتير صعب. يعني اشتغلت على حالي كثير لقدرت وصلت لهالنتيجه هي. اكيد باللوحات راح تشوفي اشياء بالتفاصيل، يعني تفاصيل دقيقه جدا. وبعدين يعني ما بعرف، لوحات هي اللي بتحكي. يعني نحن من خلال هالحديث هلا عم يتهيأ لي انه ممكن اي شخص في عنده فكره او عنده صوره او عنده شيء بورتريه لإله او لشخص عزيز على قلبه، انك انت تقدري بخيط الحرير تخلي هالصوره تحكي وتنوضع ببيت، بقصر، باماكن عزيزه على قلبهم. طبعا، لانه اول شيء هذا العمل، يعني انا مثل ما كل الناس قدرته، انه عمل مميز متفرد، يعني يمكن بالعالم كله ما بعرف اذا في حدا بيشتغل هالشغل اللي انا بشتغله بنفس التقنيه. حتكون لوحاتي يعني لبعد عمر ان شاء الله انه تكون لوحات تورث، لانه هو ما بعرف اذا كان بيشبه التابيسري او بيشبه السجاد الحرير، فهو خليط بين نوع من الـ يعني الاشياء اليدويه اللي بعتبره أنا فن مميز. وأكيد يعني بتمنى أعمل لشخصيات حتى أنه يعني حب يحط من روحي بكل بيت، لو حتكون ذكرى من إيدي أنا لكل بيت. ست أديل، بعد ما استمتعنا هلأ بهالحديث الحلو معك، بعد ما شفنا هذه اللوحات منطمن الكل أنه كلهم بيقدروا يحصلوا على أكيد تحفة او قطعة نادرة من تحفيك انه تنوجد عندهم ببيتهم لحدا عزيز عقلبهم، لمنظر، لشيء قديم. اهلا وسهلا فيك، سررنا كتير بلقائك، ونحن نتمنى لك النجاح ان شاء الله دايما من احسن لاحسن. ان شاء الله يا ربي. بتمنى، لانه لوحاتي انا بعتبرهم مثل كأنه عندي يمكن 10 15 بنت،
وكل بنت مش عم بقدر فكر انه لازم تنحط ببيت يحضنها ويقدرها، وهيك لوحاتي اكيد رح تروح على بيوت اذا الله راد، يعني تروح على بيوت تكون ناس تقدر هالفن وتقدر هال يعني هالعطاء هيدا اللي اعطيته، وان شاء الله خير. بتمنى اعمل لك صوره لإلك. بقدر انه الكاميرا والفن الابداع في التصوير يلي قدر يوصلنا هالصوره الحلوه كثير، بس اكيد نحن نطلب من الجميع انه يشوفوا اللوحات عن قرب، يتمتعوا بهالجمال اللي هو مشغول يلي خلى الحرير يحكي. وبقول لك انا باكد لك كمان على كلامك انه اللوحه قد ما تكون ان كان كارت صوره او كانت فيديو ما بتعطي الافي او ما بتعطي يعني الطابع المضبوط، لانه طبعا خيط الحرير هو مستخرج من دودة الاز، دودة الاز هي حياة، فيها حياة استمرارية. فانا لما نشوف اللوحة تحت الضوء الى لون وتحت بالظل الى لون، فلوحاتي انا اللي بيختلف عن البنتور او الرسم العادي انه بتتفاعل تحت تأثير الضوء. فبحس انه طبعا قد ما تشوفي اللوحة حلوة ان كان فيديو ولا كارت، لا بفضل انك تشوفيها بالحقيقة. نحن كمان بنتمنى انه يكون لك باقرب وقت معرض يخلي الكل يتفرجوا على لوحاتك عن قرب بالطبيعة. ان شاء الله يا رب نتمنى. أصدقائنا المشاهدين، بنشكركم على متابعة هالبرنامج الحلو، هالفن المبدع اللي شفناه اليوم يلي هو فريد من نوعه، حقيقة هو تحفة. نحن دايما معكم على لقاء ببرامج أخرى، خليكن معنا.